دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر. بدء دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم وتوزيع حمولاتها في القطاع. موسكو تحذر الدول الغربية من السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها وأسلحتها لضرب روسيا وتهدد برد قاسي. بانوراما الثامنة، أهلا بحضراتكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار. مرحبا بحضراتكم. تفاصيل البانوراما، مرحبا بحضراتكم. طالبت دول مجموعة السبع الصناعية على الولايات المتحدة إسرائيل بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي في ممارسة إجراءات الدفاع عن النفس، وجاء ذلك في رسالة جماعية كشفت عنها مصادر إعلامية تضمنت معارضة شن عملية عسكرية كاملة في رفح ودعوة إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة من جميع المعابر ومن بينها معبر رفح البري في ضوء الحاجة إلى إجراء ملموسة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع. وشملت أطراف الرسالة التي وجهتها مجموعة السبع كل من أستراليا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وهولندا والدنمارك وكذلك السويد وفنلندا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته باتت في قلب مخيم جباليا وأن المعارك هناك ربما من أشد المعارك منذ 7 أكتوبر، كما أعلن العثور على جثث لثلاثة محتجزين في قطاع غزة وإعادتها إلى البلاد. في سياق متصل، ارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 31 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 35,303 شهداء و 79,261 مصابا. في أحدث التطورات التي يشهدها قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال القطاع المحاصر. مدفعية الاحتلال نفذت قصفا استهدف عددا من المناطق بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المخيم. وأطلقت آليات الاحتلال نارا كثيفا في محيط شارع الهوجة بالمخيم. وفي سياق متصل، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كذلك شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بالإضافة إلى سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع. واستهدف طيران الاحتلال كذلك بسلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من القطاع. في المقابل، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 6 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا شمال القطاع، بينما أعلنت مصادر طبية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس في الساعات الأخيرة. وكان طيران الاحتلال قد قصف منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح ومحيطه، كما قصف منزلا في حي الجنينة في رفح. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 35,300 شهيد، والإصابات إلى أكثر من 79,300 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور واصل، مرحبا بك. إلى أين وصل الوضع الآن في قطاع غزة في ظل ما يحدث في قلب مخيم جباليا، لا سيما وأن المعارك هناك وصفت بأنها أشد المعارك منذ بدء الحرب؟ بالطبع واضح تماما أنه الاحتلال يمنح استمرار هذه الحرب، حرب الإبادة التي يقوم بها بالشعب الفلسطيني.
هذا التدمير وهذا الذي يجري من تنفيذ سياسات قتل القصف لزياده عدد الشهداء والجرحى والتدمير، واضح تماما في ظل منهجيه واضحه من اجل تدمير كل قطاع غزه. لذلك ما يحدث الاحتلال في كل قطاع غزه، صحيح هناك معارك شمود وتحدي ومقاومه في جباليا وغيرها، ولكن ايضا هناك كوارث على الصعيد الانساني عندما يتم اغلاق المعبر منذ احتلاله منذ فتره وعدم ارسال اي قوات غذائيه او طبيه او انسانيه الى قطاع غزه. فنحن من هناك نصلح الموقف المصري الشجاع الذي رفض التعاطي مع اجنده احتلاليه لها فتح المعبر. هذا المعبر هو فلسطيني مصري، وبالتالي اي ترتيبات يتوجب ان يقوم الاحتلال بانهاء عدوانه وحربه، حرب الاباده بالشعب الفلسطيني، واعاده السلطه الوطنيه الفلسطينيه احد اضلاع منظمه التحرير الفلسطينيه المسؤوله عن كل الوضع الفلسطيني في ظل اهميه حديث المجتمع الدولي الجميع عن اقامه دوله فلسطينيه على كل الاراضي المحتله سواء في الضفه او في قطاع غزه والقدس العاصمه. لذلك الترتيبات لابد ان تثمر في سياق انهاء الاحتلال والاستعمار وصول الشعب المصري الى حقوقه من اجل حريته واستقلاله. أشكرك دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف. أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه ألباريز رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء إسباني. وتعد إسبانيا التي أوقفت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إن بلاده لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى، نافيا ما تردد عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 من مايو الجاري. أعربت حركة فتح عن مخاوفها من أن يكون الميناء العائم الأمريكي على شاطئ غزة ممرا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني تحت شعار الإغاثة الإنسانية. وللمزيد حول هذا الأمر وتفاصيل أكثر وتحليلا أيضا تطلعنا عليه الزميلة دينا قنديل. إليك دينا، تفضلي. شكرا جزيلا سارة، تحياتي لك. بدأت أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات تم نقلها إلى الميناء العائم قبالة غزة، بدأت في توزيع حمولتها في القطاع المحاصر وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. كانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في مسعى يهدف إلى زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر. في إطار الجهود لاحتواء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلن الجيش الأمريكي أنه تم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية قد بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ غزة. وثبتت الولايات المتحدة مراسل ربط رصيف عائم مؤقت بشاطئ قطاع غزة في إطار مهمة لتوصيل المساعدات الإنسانية، لكن واشنطن تواجه التحديات نفسها التي تواجهها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة منذ أشهر فيما يتعلق بتوزيع مساعدات في القطاع.
تشمل تلك التحديات العمل في منطقة حرب لدرء مجاعة وشيكة والنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل المساعدات، كما يتعين على الأمم المتحدة أيضا التوصل لصيغة نهائية لمشاركتها في توزيع المساعدات بمجرد تفريغها من الرصيف. أشارت وكالات الإغاثة إلى أنه لا تزال هناك تحديات يتعين حلها، وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إنه إذا كانت هناك منطقة حرب نشطة مثل غزة فسيكون أمن التوزيع الداخلي عسيرا ويزيده صعوبة نقص الوقود. وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء الرصيف في مارس الماضي، في الوقت الذي ناشد فيه مسؤولون في مجال الإغاثة إسرائيل تحسين عملية توصيل إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية. تأمل الولايات المتحدة بذلك في مكافحة الأزمة الإنسانية التي تعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة فيها من خلال فتح طريق لتوصيل المساعدات بحرا، لكن المشروع مكلف ويمضي بوتيرة بطيئة. أدى سوء الأحوال الجوية لتأخير بناء الرصيف الذي تقدر تكلفته بنحو 320 مليون دولار ويشارك فيه 1000 جندي أمريكي، وتصر الأمم المتحدة على أن التوصيل البحري ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا. وقال مسؤولون أمريكيون أن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يوميا، لكن هذا العدد قد يصل بعد ذلك إلى 150 شاحنة، بينما تقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة. للتعليق ينضم إلينا هاتفيا من نيويورك دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، تحياتي لك دكتور، أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بجمهورك الكريم. دكتور ماك، بداية كيف سيؤثر تسليم المساعدات عبر الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة في الغزة، كيف سيؤثر على الوضع بشكل عام في القطاع؟ سيادتي العزيزة، ما قيمة النقل بالبحر من مركز مساعدات في قبرص إلى الرصيف البحري لكي يصل إلى 50 شاحنة، فيما أن مصر كانت تدخل 500 شاحنة يوميا مساعدات إلى غزة. هي الولايات المتحدة يقوم بتوزيع بالفعل أشارت إلى أن النقل عن طريق البر هو أفيد كثيرا وأنه أكثر فاعلية من التسليم عبر الرصيف البحري. ومن سوف يقوم بتسليم المساعدات؟ بايدن رفض ان يكون جنود امريكان على الارض. اسرائيل اقترحت مقاول اسرائيلي، يعني وبعدين يعني بعد اذنك، يعني الجميع شاهد، العالم كله شاهد المساعدات التي دخلت من معرفه الامم المتحده، تم الاعتداء على السيارات وتدمير المساعدات لضمان عدم وصولها الى الفلسطينيين من مستوطنين يهود بينهم اطفال في الفيديوهات شفناهم. يعني اين العالم مما يرى من هذه المقاطع والفيديوهات؟ الموضوع ليس المساعدات، المساعدات موجوده اكثر من 2000 شاحنه منتظره في مصر للدخول الى اهالينا في غزه. المشكله ان اسرائيل تريد تجويع الشعب الفلسطيني، تريد ان تصل بالمجاعه الى الضغط عليهم للنزوح. هي اسرائيل بالفعل تسيطر على معبر رفح من جانبه الفلسطيني، فكيف الحال؟ يعني مصر الحقيقه في وضع تحصد عليه، الشاحنات تقف بالمئات امام معبر رفح من جانبه المصري، هناك قصديه في عرقله الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات عبر معبر رفح، فهل سيكون الميناء البحري بديل دكتور ماك؟ هو الضغط، اذا الرصيف البحري ماذا سيفعل اذا كانت من سوف يقوم بتسليم المساعدات مش موجود النهارده؟ ازاي سيصل هذه المساعدات الضئيله التي بالعرف البحري، السفينه التي تاتي من قبرص الى الرصيف البحري يمكن ان تحمل عليها 5000 طن من المساعدات، 200 طن فقط بيبقى على السفينه. ليه؟ للتقطير، او ما لا يريد دخول المساعدات الى الفلسطينيين، يريد الضغط ثم الضغط ثم الضغط للوصول الى انفجار الشعب الفلسطيني. الناس ماتوا من الجوع يا صديقتي العزيزة. يعني إذن هنا الولايات يعني المتحدة شريكة من الجوع. أخرى دكتور ماك، الولايات المتحدة شريكة هنا في تجويع الشعب الفلسطيني. طبعا يعني بايدن وبلينكين يريدوا أن يغسلوا أيديهم مما فعلوه من بحر الدم الذي غرقت فيه الولايات المتحدة الأمريكية لمعاوناتها لإسرائيل، وبدأوا في نوعيا منع بعض الأسلحة الهجومية التي ممكن أن تؤثر بقتل الكثير من المدنيين. ليس كل الأسلحة، فقط القنابل الـ MK
84 من 2000 رطل اللي هو 1 طن، والصواريخ والاجهزه التي توضع على القنابل لتصبح قنابل ذكيه لدقه التوجيه فقط. وايه اللي بيحصل النهارده في الكونجرس الامريكي؟ الكونجرس الامريكي النهارده بيقدم مشروع قرار لمنع بايدن من منع الاسلحه الى اسرائيل، وصوت عليه 225 عضو من مجلس النواب بما فيهم جمهوريين ديمقراطيين وجمهوريين، ويعرض على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. يعني امريكا لن تتخلى ابدا عن اسرائيل، وان كانت كل هذه المهاترات السياسيه ومحاولات غسل الايدي التي يفعلها بايدن وادارته ووزير خارجياته السيد بلينكن، لا، العالم كله يرى الان كل هذه المهاترات والمسرحيات الهزليه التي تلعبها الاداره الامريكيه. ماذا سيفعل الثلاثيه البحري ب 50 شاحنه لشعب يحتاج من 500 ل 600 شاحنه يوميا؟ ماذا سيفعل هذا الرصيف الا اذا كان هذا الرصيف رصيف عسكري تستخدمه امريكا حين الحاجه. تحياتي لك دكتور ماك الشرقاوي المحلل السياسي، كنت معنا مباشره من نيويورك. افادت بريطانيا اليوم انها نقلت مساعدات لغزه عبر رصيف عائم للمره الاولى، وذلك باستخدام الرصيف المؤقت الذي اقامته الولايات المتحده لنقل مواد الاغاثه الى القطاع. رئيس الوزراء البريطاني قال ان بلاده سترسل المزيد من المساعدات في الاسابيع المقبله، لكنه اشار الى ان الطريق البحري ليس هو الحل الوحيد، لافتا الى الحاجه الملحه للمزيد من الطرق البريه المفتوحه. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر حتى تصل المساعدات بالكميات المطلوبة إلى الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في القطاع المحاصر. حذرت الأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة بغزة في وقت مع نفاذ مخزونات الأغذية. أكدت المنظمة الدولية أن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جعلت توزيع المساعدات أمرا شبه مستحيل. من جانب آخر، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بقرار أكثر من 630 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. مع أوضاع إنسانية تفوق حدود المأساة يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، باتت مدينة رفح الفلسطينية محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع اقتراب دخول الحرب بشهرها الثامن. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير حماية أكبر للمدنيين في رفح، بينما يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته حول المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة. وعبرت الدول عن قلقها العميق حيال التحركات الحالية للجيش الإسرائيلي في رفح، مشيرة أن مئات آلاف من اللاجئين في المدينة لم يعد لديهم أي أماكن آمنة يفرون إليها، مشددين على ضرورة أن تكون حماية السكان المدنيين الأولوية القصوى. كانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت بداية شهر مايو الجاري على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو نقطة عبور أساسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضافت أونروا أنه بعد مرور 224 يوما على الحرب الإسرائيلية على القطاع، أصبح الدمار في كل مكان في غزة، مشيرة إلى أن الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم، ونزح 75% من السكان. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقال إن الحرب في غزة هي جرح مفتوح يهدد المنطقة بأكملها، ونظرا إلى سرعته وحجمه فإنه يعتبر الصراع الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة. وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لافتا أن الخسائر في صفوف المدنيين مستمرة في الزيادة، وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. بدوره، حذر مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن المجاعة خطر وشيك في غزة مع نفاد مخزونات الأغذية، وقال إن التحديات الجديدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في رفح تجعل التخطيط للمساعدات وتوزيعها شبه مستحيل. 630 فلسطيني من رفح الفلسطينية العربية فروا من هذه الأراضي التي تقع الآن تحت نيران الكيان المحتل، يسيرون ثم يجدون الطريق مغلقا بلا نهاية وبلا أمان، كما تشيع دائما
قوات الجيش الإسرائيلي. نسأل الله السلامة إلى إخواننا في فلسطين، في غزة، في رفح وسائر الأراضي الفلسطينية. انتهى هذا الملف وأعود إلى زميلتي العزيزة سارة الشناوي لاستكمال هذه النشرة. من جديد تحياتي لك سارة، تفضل. شكرا لك دينا، شكرا جزيلا. اعتبرت إسرائيل اتهامات جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة بأنها منفصلة تماما عن الحقائق وأن ما يجري حرب مأساوية لكن لا إبادة جماعية على حد قولها. يأتي رد الإسرائيلي ردا على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعدت حملة الإبادة الجماعية في غزة بعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تواجه إسرائيل جنوب إفريقيا مجددا بشأن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. المواجهة الجديدة جاءت على خلفية القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وطلبها بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح الفلسطينية والانسحاب فورا وبدون شروط من قطاع غزة بأكمله. وفي ردها على القضية التي وصفتها بأنها منفصلة تماما عن الواقع، ساقت إسرائيل مزاعم جديدة في محاولة لتبرير ما تقوم به من مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. أبرز مزاعم إسرائيل ما قالته بأن حربها في القطاع تأتي دفاعا عن النفس ضد عناصر حماس. وزادت إسرائيل وقالت إن حرب غزة مأساوية لكنها لا تصنف كإبادة جماعية، كما طلبت من قضاة محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة. ولكي تضيف المزيد من التبرير على عدوانها، قالت إسرائيل أيضا إن مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة هي نقطة محورية لنشاط مستمر ومعقل لحماس. نداءات ومطالبات دولية عدة طالبت وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل لم تلتفت لها، فلعل ما يثار حول هذا العدوان أمام القضاء الدولي يؤتي ثماره ويصمت صوت المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة يوما ما. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أنه أوقع قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي في هجوم بالمسيرات صباح اليوم على جعتون بالجليل الأعلى. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن صافرات الإنذار انطلقت في الشمال، حيث يتبادل الجيش القصف مع حزب الله اللبناني عبر الحدود منذ ما يزيد على 8 أشهر. لا زال التوتر يسيطر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن حزب الله اللبناني قصف المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 بالطائرات المسيرة في منطقة جعتون شمال إسرائيل. وأضاف الحزب في بيان له أنه استهدف خيم ومبيت ضباط وجنود الكتيبة وأصابها بدقة، مما أسفر عن سقوط عدد من أفراد الكتيبة بين قتيل وجريح. العملية جاءت كما أفاد حزب الله ردا على عملية الاغتيال الذي نفذها العدوان الإسرائيلي في محيط بلدة قانا لعناصره. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في الشمال، حيث تبادل الجيش القصف مع حزب الله اللبناني عبر الحدود منذ ما يزيد على 8 أشهر. وكان الحزب قد نعى 2 من عناصره في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان في وقت كثف من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية واستهدفها بعشرات الصواريخ وبالطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، وزاد الحزب في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته الهجومية وأعلن لأول مرة عن شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على موقع في شمال إسرائيل. وكثف الطرفان منذ يوم الأربعاء الماضي وتيرة الاستهدافات المتبادلة، وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة شن 12 هجوما على الأقل استهدفت مواقع عسكرية وتحركات جنود وآليات وأجهزة تجسس. أعلنت جماعة الحوثي أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن. هدد الحوثيون باستهداف أي سفينة متجهة إلى موانئ إسرائيل في أي مكان تطاله قدراتهم، وقالوا إن الأمر ليس مقصورا فقط على منطقة البحر الأحمر. استمرارا لتصاعد الأزمة التي يشهدها اليمن والملاحة البحرية في البحر الأحمر،
أعلن الحوثيون أنهم أسقطوا في أحدث هجماتهم طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن بصاروخ سطح جو محلي الصنع. وبنبرة تهديد حذر عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية من أن أي سفينة من أي شركة متجهة إلى موانئ إسرائيل ستكون هدفا مشروعا لجماعته في أي مكان تطاله قدراتهم، وليس الأمر مقصورا فقط على منطقة البحر الأحمر بل ستمتد إلى ما هو أعمق وأوسع. كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة حربية أمريكية وسفينة أخرى تدعى ديستني في البحر الأحمر، ذلك في إطار حملة هجمات جارية يقول الحوثيون إن هدفها دعم الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة أذاعها التلفزيون أن الجماعة استهدفت مدمرة أمريكية تدعى ميسون في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. يذكر أن جماعة الحوثي قد أكدت أنها ستواصل منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وخليج عدن حتى نهاية الحرب في قطاع غزة والرد على أي هجوم ضد اليمن، ما أدى إلى تعطيل الشحن العالمي وأجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم البري الذي بدأته موسكو في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا هدفه إقامة منطقة عازلة بمواجهة هجمات تطال الأراضي الروسية. كما أكد الرئيس بوتين أن جيشه لا يعتزم حاليا غزو المدينة التي تحمل الاسم ذاته. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في مدينة هاربن بشمال شرق الصين التي يزورها منذ الخميس، قال إنه في حال استمرار الهجمات الأوكرانية ستضطر روسيا لإقامة منطقة أمنية عازلة، وهو ما تقوم به موسكو حاليا. وأضاف أن ما يحصل في اتجاه خاركيف يتحمل الأوكرانيون أيضا مسؤوليته لأنهم قصفوا ويواصلون قصف المناطق السكنية في المناطق الحدودية الروسية بما فيها بلغرود. حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب قائلة إنه يلعب بالنار من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية في ضرب روسيا، وأن موسكو لن تترك أي عمل من هذا القبيل يمر دون رد. وقالت الوزارة إنها ترى أيادي أمريكية وبريطانية وراء أحدث سلسلة من الهجمات، وحملت واشنطن ولندن مسؤولية تصعيد الصراع من خلال تزويدهم لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة لضرب أهداف في روسيا. نفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأنباء التي ترددت حول قيام بلادها بتصدير الأسلحة إلى روسيا، وصفة هذه الأنباء بالسخيفة. وأضافت شقيقة كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ليس لديها أي نية لتصدير قدراتها التقنية العسكرية إلى أي دولة. كما اتهمت سيول واشنطن بتضليل الرأي العام عبر إطلاق شائعة بأن أنظمة الأسلحة التي تنتجها بيونغ يانغ مخصصة للتصدير إلى روسيا. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي لتكون الأحدث في سلسلة تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن المقذوفات أطلقت من بلدة وونسان على الساحل الشرقي. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز إضافة إلى صواريخ تكتيكية خلال الأشهر القليلة الماضية، وصفة إياها بأنها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية. أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين ستعمل بكل ثبات وحزم على تصدي لكافة الأنشطة الساعية لاستقلال تايوان وللدعم الخارجي له. جاء ذلك ردا على التفاعلات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وتايوان، حيث حث بكين الولايات المتحدة على أن تكون على دراية تامة بمدى حساسية مسألة تايوان والتوقف عن أي شكل من التبادلات الرسمية والاتصالات العسكرية بينهما والإحجام عن إرسال إشارات خاطئة إلى المؤيد دين لاستقلال الجزيرة عن الصين.
نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. مؤسسة راعي مصر تقوم بتوزيع أجهزة كهربائية وأساس منزلي على 68 من الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. صك أضحيتك من الأوقاف مستورد ب6000 جنيه، بلدي ب8500 جنيه. كامل ثمن الصك يحول لأضحية ويوزع على المستحقين على الأرقام والحسابات التالية، أو اتصل يصلك مندوب الأوقاف. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي 8 الأخبار معك في كل مكان. الآن إلى وقفة مع أخبار الاقتصاد، وهذه الوقفة بصحبة الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك سارة. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأبرز وأهم ما سنتابعه فيها. وزير الاتصالات يعلن نجاح شركات ناشئة في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار خلال عامين. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت نجاح 40 شركة ناشئة في مركزي إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار خلال عامين، فضلا عن احتضان أكثر من 56 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في افتتاح فعاليات النسخة 11 من قمة رايز أب 2024 المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر مايو في المتحف المصري الكبير. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 في مدينة شرم الشيخ. وأشارت الوزيرة إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي هي امتداد لريادتها في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الدولية وعلى رأسها كوب 27. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية المرحلة التكميلية باستاد المقاولون العرب. جاءت القرعة للحاجزين الذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية وتقدموا برغباتهم إلكترونيا خلال الفترة من 23 من شهر مارس الماضي بمشروعات محددة في مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وأسيوط الجديدة والعبور الجديدة. أعلنت وزارة المالية التونسية أن البلاد ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024 في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي. وقالت وزيرة المالية سهام البوغاديري أن القرض المجمع سيساهم في استقرار احتياطي العملة الأجنبية.
أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير التجارة البريطاني كريغ هاندز توجه إلى بيرو في زيارة رسمية تستغرق يومين بالتزامن مع تصديق المملكة المتحدة على صفقة الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وإبرام معاهدة ضريبية. وأوضح الوزير البريطاني أن بيرو تعد شريكا تجاريا طويل الأمد للمملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 1.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، يعني الانضمام لهذه الاتفاقية زيادة هائلة في إمكانات التجارة مع وجود نحو 500 مليون مستهلك في بعض أكبر الاقتصادات الحالية والمستقبلية على مستوى العالم. أعلنت السلطات الصينية إجراءات تهدف إلى تعويم قطاع العقارات المثقل بالديون، مثل خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، وإمكانية استحواذ الحكومة على عقارات تجارية. ويعاني قطاع العقارات من ضغوط غير مسبوقة منذ عام 2020 بعد تجديد جعلت السلطات هذه السلطات التي فرضت هذا جعل من تمويل المطورين العقاريين محاولة لكبح ديونهم. أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7% في شهر أبريل على أساس سنوي في مقابل 4.5% في شهر مارس وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع. هذا وقد عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في شهر أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار كذلك. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ويتجه خام برنت القياسي لتسجيل أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط. وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 47% لتصل إلى $83.66 للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% لتصل إلى $79.45 للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي في خفض الفائدة هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى $2,379.140 للأوقية. وتراجعت الفضة بنسبة 0.2% لتسجل $29.53 للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى $1,050.150 للأوقية. ختام نشاطنا الاقتصادي وعودة من جديد للزملاء محمد جوهر وسارة الشناوي واستكمال البنرام. تفضل سارة. شكرا لك أمير. شكرا لك أمير. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأساس منزلي لسكان مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة ضمن مبادرة فرح قلبي. وأطلقت المبادرة من مؤسسة راعي مصر عضو التحالف استمرارا للدور المجتمعي الذي يلعبه لدعم الفئات الأولى بالرعاية في البلاد. تجهيزهن لبدء حياتهن الزوجية يمثل تحديا كبيرا قد يعني تحقيق أحلامهن في الاستقرار والسعادة. لذا أخذ التحالف الوطني على عاتقه هذا التحدي لإسعاد أكثر من 68 من العرائس الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، ليشعرهن بالاهتمام والتقدير بما يساعدهن على بدء حياتهن الزوجية بثقة وإيجابية. احنا النهاردة عندنا تجمع ل 68 أسرة غير قادرة. الأسر جاية النهاردة بتستلم أجهزة، بتستلم سراير، بتستلم أجهزة للعرايس. يعني كتير من البيوت اللي احنا رحنا زورناها مؤخرا كانوا قاعدين ما عندهمش سراير، بيناموا على الأرض. كتير جدا منهم ما كانش عندهم تلاجات. يعني احنا بنعتبر ان دي احتياجات رئيسية
مش ترفيهيه ولا كماليه. ما كانش عندي بوتاجاز اتهلى الواد مني، راح ربنا بعت لي بوتاجاز جديد. ما كانش عندي سخان، ربنا بعت لي. والعكه بتنام في الارض، ربنا بعت لي سرير. وضمنا غساله وبوتاجاز وخمس سريره وخمس مراتب. خدت بوتاجاز وغساله وسرير ومرتبه. كتر خيرهم بقى منه. المبادرة لم تقتصر على أبناء المصريين فقط، بل امتدت إلى أهالينا من أمثال شقيقة السودان وتوفير احتياجاتهن المعيشية كافة ليحيوا حياة كريمة. خدمتنا ممتدة كمان مش بس القاهرة، احنا كمان الضيوف بتوعنا وحبايبنا حتى من السودان النهاردة لجأوا لينا وقربوا مننا، واحنا ما قدرناش ان احنا نقول لا. جابوا لي بوتاجات وتلاجة وحاجات ما شاء الله فرحوني. الأسر أعربوا عن سعادتهم لاستلامهم أجهزة كهربائية تسهم في توفير مشروع صغير يساعد على رفع مستوى المعيشة. الحاجات اللي أثرت فيه قوي اتنين ستات حقيقي برفع لهم القبعة، واخدين أفران عشان يعملوا مشاريع، وده اللي عايزينه من الستات في مصر، انه يبقوا إيجابيتهم أكبر، انتاجهم أكبر. نجاح المجتمع هيقوم على كتاف الستات الشاطرة دي. هي تعلمت البوتاجاز ده هتعملي ايه؟ هعمل عليه أكل، أنا شيف وبعمل أكل حلو قوي، وبتمنى حد ياخد مني يعني. والله لو المبادرات دي فضلت كده مش هيبقى في حد فقير، ولا هيبقى في حد تحت مستوى الفقر. فرح قلبي، مبادرة إنسانية تساهم في تحقيق أحلامهن في الاستقرار والسعادة من خلال تحالف تنموي قوي، يعد أحد الأذرع الرئيسية للدولة لتسهم في بناء الأسرة ولتعينهم على أعباء الحياة. بانوراما النيل ما زالت مستمرة، وفيها بعد الفاصل: إقبال كبير من القضاة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة لفترة جديدة. شهدت انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة إقبالا كبيرا من قبل القضاة على لجان التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء لفترة جديدة. ولأول مرة شهدت انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة في تاريخه ترشح قاضية لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي. في أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مجلس الدولة، شهدت انتخابات النادي إقبالاً كبيراً من قبل القضاة على لجان التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء لفترة جديدة. فوفقاً للجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، فإن لائحة النظام الأساسي للنادي تسمح بأن مجلس الإدارة يكون مكوناً من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها. بدأ اليوم من الساعة 9 صباحاً لإثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، وبدأوا تسجيل الأسماء والحضور الموجودة، وبدأت الجمعية أعمالها في حضور السيد المستشار رئيس الجمعية رئيس مجلس الدولة في تمام الساعة الثانية، حيث قامت الجمعية بأداء الأعمال واختيار مراقب مالي الحسابات، وبدأت الدعوة لإدلاء بالأصوات. شرعت اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق مبدأ المساواة، من حيث إعلان جدول زمن البرنامج الانتخابي وموعد للاعتراضات وموعد للتنازلات. وكان النهاردة الحمد لله اللجنة كانت أقرت أو حددت ودعت الجمعية العمومية النهاردة للانعقاد. وأعتقد أن حضرتك شايفة انه اعتقد ان دي اول مره في تاريخ نادي قضاة مجلس الدولة يكون الجمعيه العموميه بهذا الشكل اللي يليق باسم قضاة مجلس الدولة. واكد بعض الناخبين على اهميه انعقاد هذه الانتخابات والتي شهدت تنافسيه كبيره بين المرشحين. الاستحقاق الانتخابي ده هيؤدي الانتخاب ما يمثل الساده القضاة في فتره مقبله لا تقل عن 5 سنوات. وطبعا الجديد في الامر ان السيده طبعا المراه اصبحت مشاركه وفاعليه في الانتخابات. اول جمعيه عموميه او اول انتخابات نادي مجلس الدوله بنمر بيها او بندلي بيها باصواتنا كقاضيات على منصه مجلس الدوله، واملنا كله كبير في كل الاعضاء المتقدمين او المترشحين للنادي ان شاء الله. نحاول ان احنا يعني نسير في ركب الدوله الجديده ناحيه بناء افضل
وناحية مستقبل أفضل، وناحية في النهاية إن احنا هدفنا إن القاضي يقدر يحقق هدفه وتحقيق العدالة، وهو بيقدم ليه مختلف الخدمات اللي تساعده إن هو يقوم بدوره. وشهدت انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخه ترشح قاضية لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي. أسماء حسن، النيل للأخبار. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام بانوراما الثامنة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر. بدء دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم وتوزيع حمولاتها في القطاع. موسكو تحذر الدول الغربية من السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها وأسلحتها لضرب روسيا وتهدد برد قاسي. ودائما المزيد عبر موقعنا nile.eg. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. في أمان الله. إلى اللقاء.